أرجع مع حضراتكم على الهاتف المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. نادر بيه، أولا مساء الخير ومبروك، تهنئة على هذا المنصب الجديد. سؤالي لحضرتك الأول، هل مصر ستتعرض تسونامي زي ما بعض التقارير كانت تحذر الفترة الماضية؟ ما حقيقة هذا الأمر، أم جزء من الشائعات التي تستهدف تعكير حياة الناس؟ مساء الخير استاذ احمد، والله يبارك في حضرتك واشكرك على هذه التهنئه، وسعيد بتواجدي مع حضرتك في البرنامج النهارده. شائعه التسونامي دي ممكن تصنيفها ضمن الشائعات التي يعني لما تسمعها ممكن تضحك او ما تصدقهاش طبعا، بس للاسف مضطرين ان احنا نرصدها ونرد عليها، لان درجات الوعي عن الشعب المصري تختلف، وحتى درجات الخوف، بعض الناس بتقلق من مثل هذه الشائعات، فاضطرينا ان احنا نرصد هذه الشائعه ونرد عليها. في شائعات اخرى طبعا اكثر خطرا على البلد، منها الشائعه بتاعت فيروس سي اللي من روجوها ادعوا ان من يذهب للكشف على فيروس سي يطلب منه تبرع بالدم. تبرع بالدم بالظبط كده، فدي شائعه طبعا ليس لها اي اساس من الصحه، وتستهدف زي ما كنت بقول افشال كل شيء جميل في حياتنا. يعني مبادرة قمة في التحضر وقمة في الرقي زي مبادرة فيروس سي، مبادرة بيشهد لها العالم، لم تحدث في تاريخ مصر قبل، انك تكشف على تقريبا الشعب المصري كله، يعني نتكلم على 50 60 مليون من 18 من سن 18 لما فيش يعني حتى اقصى، دي عمرها ما حصلت. فمثل هذه الشائعة تستهدف افشال يعني وتخويف الناس من انهم يذهبوا انهم يشاركوا في المبادره. نعم بالظبط كده، يشاركوا في المبادره لافشال. شائعه اخرى طبعا زي الشائعه اللي انتشرت امبارح بالليل بخصوص البنزين، دي شائعه تستهدف اثاره حاله من القلق لدى المصريين، لانهم عارفين طبعا ان البنزين مهم لحياتنا كلنا، سواء من لديه سياره ام من ليس لديه سياره، لان اسعار المحروقات بتؤثر على جميع باقي الاسعار. بس الشائعه بتاعت تحديدا نظرا لخطورتها يعني فنفيناها على الفور، شائعة البنزين، نفينا اي اتجاه او نية للحكومة لزيادة البنزين في يناير 2019. هم دلوقتي بدأوا يطوروا يا استاذ احمد يعني استيكولوجية الاشاعة عندهم، يعني شائعات البنزين دي هم خدوا جزء من كلام سيادة الرئيس. لا هقول لحضرتك هم عملوا الشائعة كانت بتقول ان اسعار البنزين عالميا او اسعار البترول عالميا في ازدياد، ومن ثم الحكومة ستزيد البنزين في يناير 2019. الجزء الاول صح، اسعار البنزين عالميا او اسعار البترول عالميا في ازدياد، لما الحكومه عملت ميزان الوزنه بتاعتها الاخيره دي كان سعر البرميل البترول 67 دولار، دلوقتي وصلنا سعر البرميل 86 دولار، فرق 19 دولار في سعر البرميل. عشان بس اقول لحضرتك يعني ضخامه هذا الرقم انعكاسها ايه، يكفي ان تعلم ان كل دولار زيادة في سعر برميل النفط يترتب عليه تحميل موازنة الدولة من 3-4 مليار جنيه إضافي دعم. هكرر الرقم تاني، كل دولار زيادة في سعر برميل النفط عالميا يترتب عليه أن الحكومة المصرية وموازنة الحكومة المصرية تتحمل ما قيمته من 3-4 مليار جنيه. بمعنى أن لما الحكومة المصرية وضعت الموازنة بتاعتها للعام المالي 2018-2019 وكان 2019 2018 وكان السعر البرميل فيها 67، كل دولار زياده زاد بعد كده ترتب عليه 4 مليار جنيه زياده في الموازنه. الدعم كان في الميزانيه الاخيره دي اللي احنا شغالين بيها 89 مليار دعم المحروقات او دعم الوقود، 89 مليار جنيه، مبلغ ضخم. ومع ذلك هذا المبلغ الضخم سيزداد خلال تنفيذ الموازنه بسبب زياده اسعار البترول، ومع ذلك فالحكومه بنفي تاني ليس لديها اي نيه لزياده اسعار البنزين في يناير 2019، وتتحمل كل ذلك نيابه عن المواطن. يكفي اقول لحضرتك يا استاذ احمد في سعر البنزين 92 حضرتك بتشتريه ب 6.75، علما بان سعره او تكلفته على الدوله 8 جنيه و80 قرش، يعني بتشتريه ارخص 2 جنيه من سعره. سعر انبوبة البوتاجاز اللي بتشتريها ب 50 جنيه سعرها او تكلفتها على الدولة 165 جنيه، يعني الدولة بتدعم كل انبوبة بوتاجاز بيشتريها كل بيت مصري ب 115 جنيه. 115 جنيه لكل انبوبة بوتاجاز. كل هذا تتحمله الدولة وما زالت تتحمله. فأنا بأكد تاني أننا نتحمل، ميزانية موازنة الدولة تتحمل الكثير والكثير الآن، خاصة يعني بعد زيادة أسعار النفط.
ومن ثم بنفي تاني. طيب حضرتك مرة تانية بنقول انه مفيش زيادة في اسعار البنزين يناير 2019، مفيش تسونامي هيضرب مصر زي ما تم ترويجه، انه لا هيروح من حضراتكم السادة المواطنين في المبادرة الكشف على صحة المصريين 100 مليون صحة لحضراتكم فيروس سي، انه مفيش حاجة اسمها تتبرع بالدم، وكلها في اطار الشائعات التي تضرب البلد. يعني نقدر نقول ده بشكل واضح زي ما حضرتك بتقول ست مستشار. تمام يا فندم، ده كل دي شائعات، واحنا عندنا في مجلس الوزراء وحده كامله تتبع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ترسل او المركز الاعلامي كمان التابع لرئاسه مجلس الوزراء، تعمل على مدار الساعه لرصد كل هذه الشائعات وقبل ان تنتشر. وبمناسبه الانتشار يا استاذ احمد، انا يعني بهيب بالساده المشاهدين من خلال برنامج حضرتك اللي بيشاهده الملايين، مش كل يعني معلومه تلاقيها على الفيسبوك او الواتساب تعمل لها شير من قبل ما تتاكد منها، يعني تريث قليلا ولا تساهم بحسن نيه في نشر الشائعات. يعني الكثير والكثير ينشرون هذه الاخبار، تاكد الاول قبل ما تشير اي حاجه. بالظبط كده، مثلما تم بالامس مع خبر البنك. انا اعلم ان الكثيرون الكثيرين قاموا بعمل شير للخبر وهم بحسن نيه، يعني هم لا يقصدون شيء، لكن يعني حسن النيه لا ينفي من وقوع الاثم، يعني لانك بذلك تساهم بشكل كبير في نشر الشائعات، فتريثوا ولا تساهموا في نشر الشائعات وتاكدوا الاول من المعلومه. نادر بيه كان الدكتور مصطفى مدبولي النهارده رئيس مجلس الوزراء بيتكلم على الرؤيه المستقبليه او النظره الايجابيه لتقرير صندوق النقد لمصر. ايه النظره اللي اتكلم عليها، او صندوق النقد شايف الوضع الاقتصادي ايه في مصر؟ طبعا ده كان تقرير ايجابي جدا. صندوق النقد الدولي اصدر تقريرا مؤخرا يتوقع فيه ان النمو في مصر خلال عام 2018 سيصل الى 5.3%، وخلال العام القادم 2019 سيصل الى 5.5%. يبان اهميه الرقمين دول بالمقارنه بتوقعات الصندوق لمنطقه الشرق الاوسط والمنطقه العربيه بشكل عام. توقعات الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية أنها ستنمو بمعدل 2% فقط. يعني لاحظ الفارق، الشرق الأوسط والمنطقة العربية بأكملها تنمو ب 2%، والاقتصاد المصري يجرد خارج السرب، بس يجرد خارج السرب هنا بشكل إيجابي. يعني يصل إلى 5.3 هذا العام و 5.8 العام القادم. هذا فضلا عما يعني تضمنه التقرير من إشادة بالغة بالإصلاحات التي طبقتها مصر وما وصلت إليه أو نتج عنها من زيادة حجم الاحتياطي النقدي وتطبيق نظام سعر الصرف المرن، وكل هذه الأشياء الإيجابية التي تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح. هذه شهادة دولية، هذا ليس كلام الحكومة. هذه شهادة من أكبر مؤسسة دولية، حضرتك تعرف صندوق النقد الدولي. ولو جينا نطبق ده على الأرض، عشان بس ما نبقاش بنتكلم كلام نظري، انظر فقط إلى الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي رئيس الوزراء يعني عقد اجتماعين هامين جدا، نتج عنهما يعني استثمارات جديدة تقدر ب 2.8 مليار دولار، يعني قرابة 3 مليار. عبارة عن استثمارات جديدة من مجموعة اللولو التجارية اللي هي متخصصة في الأسواق التجارية. هذه المجموعة ستستثمر 500 مليون دولار في مصر خلال العامين القادمين. بالإضافة إلى ذلك، أحدى كبريات الشركات العاملة في مجال الطاقة اسمها أكوا باور ستستثمر 2.3 مليار دولار في مصر في إقامة مفاعل للطاقة، ليس نووي، يعني محطة توليد طاقة كهربية في مدينة الأقصر باستثمارات كما قلت 2.3 مليار دولار. كل هذا في أسبوع، يعني قرابة 3 مليارات دولار في أسبوع واحد فقط، استثمارات أجنبية مباشرة تأتي إلى مصر. فده بيأكد الاستقرار أو الوضع الاقتصادي الأفضل أو كده. لماذا يأتون إلى مصر؟ لأنهم يعلمون جيدا، يعني ما فيش مستثمر حيرمي فلوسه في بلد إلا إذا كان متأكد أن هذا البلد، أن كل دولار هيحطه هيعود عليه بالنفع أكثر من قيمة الدولار نفسه. فهذا يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري في الفترة القادمة. رئيس الوزراء بكرة عنده جولة ميدانية في محافظة الدقهلية أعتقد. عنده بكره بالظبط كده جوله في محافظه الدقهليه، سيتفقد عدد من المدارس والمستشفيات والمشروعات الخدميه. رئيس الوزراء يؤمن دوما بان ليس من راى كمن سمع. هو لديه لجان، نعم تجوب المحافظات تقدم له تقارير، لكنه في نفس الوقت حريص على ان يرى بعينه.
ويتابع على الارض، لانه يعني رجل ميداني من الطراز الاول. فغدا ان شاء الله في محافظه الدقهليه الكثير والكثير من المشروعات الخدميه سيتم تفقدها، واذا كان هناك اي مشكلات تعوق يعني استمرارها سيعمل على حلها على الفور. اشكرك شكرا جزيلا المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.